اول اخبارنا الزملكاويه من عند كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس بعثه الفريق في المغرب. كان ليه جلسه مع اللعيبه امبارح في فندق الاقامه بعد تناول وجبه العشاء في حضور الدكتور حسام المندوب امين الصندوق وكابتن احمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكوره وكمان دكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الاداره وكان موجود كابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره وكل اعضاء الجهاز الفني وكان رئيس نادي الزمالك كان حفز اللعيبه خلال الجلسه بشكل كبير جدا واكد على ثقته في قدره اللعيبه على تحقيق نتيجه ايجابيه في لقاء ذهاب نهائي الكونفدراليه اللي ان شاء الله النهارده هيكون الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. في نفس الوقت كابتن حسين مع دكتور حسام المندوب وكابتن احمد سليمان وكمان المستشار عبد الله جورج كان وجهه رسائل تحفيزيه بشكل كبير جدا للعيبه عشان يقدموا مباراه قويه امام بطل المغرب ويحققوا باذن الله نتيجه ايجابيه في لقاء النهارده. فدي برضو من الحاجات اللي ان شاء الله باذن الله يكون ليها دور كبير زي ما كان موجود كابتن حسين وكابتن احمد سليمان ودكتور حسام المندوب في مباراه العوده امام نادي دريمز وكان قد ايه ليهم دور ايجابي مع الفريق. ان شاء الله باذن الله يبقى ليهم النهارده نفس الدور باذن الله ويعني يوفقوا بشكل كبير جدا سواء في كلامهم مع اللعيبه او حتى كلامهم مع الجهاز الفني ويوصلوا لهم باذن الله احساس وشعور واللي عايزه كل زملكاوي باذن الله النهارده من مباراه اليوم.